نستنتج من طريقة عمل القلب أو فيسيولوجي بتاع القلب إن القلب بيشتغل كبامب، كميكانيكال بامب، بس الأوبريشن بتاع الميكانيكال بامب دي بيحصل بناء على اكسايتيشن، والاكسايتيشن ده بيبقى الكتريكال. ففي عندنا ظاهرة كهربية يعني متزامنة مع الظاهرة الميكانيكية اللي هي بتقوم بالفعل أو الوظيفة الأساسية بتاعة القلب. الظاهرة الكهربية دي زي ما احنا شايفين هنا كده، هنلاقي بيسكلي عندنا اكسايتيشن بيبتدي في نقطة اللي هو السبيس ميكر، ويبتدي ينتشر في الاتريا، وبعد كده من خلال الساينو اتريال نود اللي هو الاترو فنتريكولر نود بيخش على الفنتريكلز، وتبتدي تعمل اكسايتيشن لكل الماسل فايبرز الموجودة في القلب اللي هي المايوكارديوم، ويبتدي يعمل لنا الميكانيكال اكشن المفروض احنا محتاجينه علشان القلب يقوم بوظيفته. فبيسكلي في عندنا داخل القلب في عندنا الكتريك كارنت ماشي زي ما احنا شايفين كده في الانيميشن، والالكتريكال كارنت دوت اكشوالي لو احنا وقفنا في اي مكان خارج القلب نقدر ان احنا نشوف جزء منه. بمعنى احنا عندنا دلوقتي حاجه، اولا الالكتريكال فينومينا اللي احنا شايفينها قدامنا دي بنسميها الفيكتور كارديوجرام. الفيكتور كارديوجرام ده عباره عن ال 3 دي محصله بتاعت كل الالكتريكال اكتيفيتي اللي حاصله هنا داخل القلب في جميع الاوقات، يعني عند اي وقت لو احنا خدنا النت بتاع كل الكارنتس اللي موجوده يعني بيسك ده الفيكتور كارديوجرام. الفيكتور كارديوجرام نتيجه ان هو اكسايتيشن في 3 دايمنشن ستراكشر اللي هو الهارت اللي هو العضله بتاعت القلب اللي هي يعني هي ثلاثيه الابعاد. اوكي، فبالتالي احنا بنتكلم على فينومينا بتبقى ثلاثيه الابعاد. النقطه بقى ان احنا بنشوفه عشان نطلع دايجنوستيك سيجنال يعني بعد كده يعني كاي سي جي او حاجه زي كده، احنا اللي بنعمله ان احنا عندنا الفينومينا دي المحصله بتاعتها بتبقى يعني لو احنا تخيلنا ان النقطه بتاعت المحصله بتبقى هي النقطه اللي احنا عاملين لها تراجكتوري هنا كده، فاللي بيحصل انها بتفضل تلف في 3 دايمنشنال تراجكتوري بالشكل ده كده. احنا بقى ممكن ان احنا نبص عليها في البلين دوت او في البلين دوت او في البلين دوت عشان نقدر نشوف ايه اللي بيحصل ونقدر نستنتج اذا كان القلب شغال بشكل سليم ولا لا. ففعليا احنا بنتكلم على ان احنا عندنا الالكتريكال اكسايتيشن في القلب هو حاجه 3 دايمنشنال، وزي ما هنشوف كده احنا بنعمل قياسات في دايمنشنز مختلفه او في اماكن مختلفه علشان نشوف نفس الفينومينن دي من زوايا مختلفه او من اماكن مختلفه. عشان اشوفها بشكل كامل لازم يبقى عندي يعني بيسكلي عندي الفيجواليزيشن بتاع عضله القلب دوت او فيجواليزيشن بتاع الالكتريكال اكتيفيتي لازم يكون في مالتيبل بلينز عشان اقدر اشوف الكلام ده بشكل واضح. يعني فبيسكلي يعني الفيكتور سم اللي احنا بنتكلم عليه دوت احنا بيسكلي هو ده اللي احنا بنشوفه، وهو ده اللي في الاخر لما احنا بناخد قياسات في اي مكان هو ده اللي في الاخر بيدينا السيجنال اللي هي بتكورسبوند للالكتروكارديوجرافي.